أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم لعن الكافر المعين؟ ما حكم إيش؟ لعن الكافر المعين أو لعن الكفار على سبيل العموم. المعين فيه خلاف، وأما لعن الكفار على سبيل العموم فلا بأس. الله جل وعلا يقول: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الظالمين، فلعنة الله على الكافرين. لعن العموم هذا وارد في القرآن، أما لعن الأفراد فهذا محل خلاف بين العلماء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم الاستهزاء والتشمت بالكفر؟